السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ صباحكم سعادة وهنا ويومكم جميل بإذن الله. عملنا مع بعض مخبوزات العيد كلها، بس لسه عندنا حلويات العيد اللي هنقدمها لولادنا. طبعا مفيش ضيوف، بس هنقدمها لولادنا. لازم نحسس الولاد بفرحة العيد. كل سنة وانتم طيبين، ويا رب عيد سعيد، ويا رب دايما زايدين ومش ناقصين أبدا، ويكون كده عيد مبارك علينا جميعا. هنعمل النهاردة حاجات نقدمها، شوكولاتات بقى وحاجات لذيذة جدا جدا، ان شاء الله تنال اعجابكم، سهلة جدا وتجربوها على طول بإذن الله. قبل ما نبدأ وصفاتنا، تعالوا نفتكر الأرقام اللي تقدروا تتواصلوا معانا من خلال البرنامج عليها. من أي تليفون أرضي 0900 917، ومن أي موبايل 1710. أما المسابقة بتاعتنا وسؤال المسابقة بتاعتنا بتاع الأسبوع ده هيكون إيه؟ عند قلي البصل ماذا نضع حتى لا يحترق؟ لا، السؤال أنا عكسته. لمنع احتراق البصل عند القلي ماذا نضع؟ 1 الملح، 2 الخل، 3 الدقيق. لو عرفنا الإجابة بنتصل من أي موبايل على 2600 أو من أي تليفون أرضي 0900 900، وبالتوفيق إن شاء الله. والنهاردة بإذن الله هنسلم جايزة الأسبوع اللي فات للفايزة معانا بإذن الله. ويلا بينا بقى نبدأ حلقتنا. وأول حاجة النهاردة معانا كرات الشوكولاتة بالبندق، ده الاسم اللي احنا حطيناه لها، بس طبعا انتوا اكيد هتبقوا عارفين بعد ما نعملها انهي شوكولاته كلنا بنعشقها. حاجه مستورده وغاليه وحلوه جدا جدا كلنا بنعشقها. اوه، عندنا النهارده جلافز اورنج. لا ايه الدلع ده؟ طب ما فيش بينك، انا طلبت بينك على فكره. يلا بينا، اللون فظيع. يلا بينا بقى نقول مقادير الشوكولاته اللي معانا النهارده. زي ما قلنا الشوكولاته بالبندق، صح كده سميناها كده، كرات الشوكولاته بالبندق، تمام؟ ده الاسم الحركي بتاعها، احنا كلنا عارفين الاسم الاساسي. يلا بينا بقى مقاديرنا هتكون ايه. عندنا 2 كوبايات من البسكويت الويفر، اي نوع بتحبوه. عندنا 200 جرام حوالي 200، ال2 كوب دول حوالي يعني 200 جرام. 3 معالق كبار من الشوكولاته القابله للدهن. عندنا كمان 2 كوباية شوكولاته بالحليب، اللي هي شوكولاته الاكل اللي بالحليب مش الدارك، تمام. وعندنا كمان للحشوه، ده كده عجينه البسكوته نفسها، او البسكوت هيتعجن في، قلنا ايه، 200 جرام بسكوت مجروش. عندنا 3 معالق كبار من الشوكولاته القابله للدهن، و2 كوباية شوكولاته بالحليب. الحشوه عندنا هيبقى ايه؟ هيبقى 1/2 كوباية شوكولاته قابله للدهن، كمان 1/2 كوباية بندق اللي هو المتقشر الابيض بس متحمص. التغطيه 1/2 كوباية بندق ابيض مجروش، وكمان 2 كوباية شوكولاته خام دارك سايحه طبعا دايبه، تمام. تعالوا بينا بقى نشوف احنا هنعمل ايه بالحاجات دي، ونقول تاني المقادير واحنا شغالين. نجيب ايه؟ نجيب بوله، ويلا بينا نسمي بسم الله. ده حوالي 200 جرام من البسكوت، هبتدي احطه كده في بوله ونفرمه بايدينا. طبعا سهل جدا، ان هو مش محتاج لا كبه ولا محتاج حاجه خالص، هنجرشه كده، تمام. بسكوت الويفر في منه انواع كتير جدا، اي نوع بقى بتفضلوه هتستخدموه، تمام. اتاكدت خلاص ان انا جرشته كله، ما بقاش فيه اجزاء كبيره. تعالوا بينا يلا نبتدي نضيف ايه عندنا للعجن. العجن العجينه دي بقى بتاعه البسكوت. 3 معالق كبار من شوكولاته قابله للدهن. معانا تليفون. ازيك يا بسمه؟ الو الو، ازيك يا شيف فاطمه؟ اهلا وسهلا، اخبارك؟ عامله ايه؟ الحمد لله، عامله شوكولاته النهارده. منوره. حبيبه قلبي، تسلمي يا رب. قمر. ميرسي يا روحي، كلك ذوق. تسلمي لي يا رب، تسلمي لي. كنت عايزه بس اسال على حاجه. اتفضلي يا روح قلبي، اتفضلي. اختي رفيعه وما بتتخنش، عايزين وصفه تخنها. ده احنا اللي عايزين الوصفه منها. طب دي حاجة حلوة والله العظيم. طيب هقول لك، حاضر. نورتيني يا بسملة، فكرني بيا زمان، يعني أنا زمان زمان. كنت بدعي ربنا إن أنا أتخن، وسبحان الله إداني من واسع بعد كده. طيب أقول بس عملنا إيه وبعدين نبقى نشوف الموضوع ده. أنا حطيت هنا البسكوت اللي هو الويفر وجرشته بإيديا،
حطيت عليه 3 معالق كبار من الشوكولاته القابله للدهن، وكمان حطينا من الكوبايه من الشوكولاته بالحليب اللي هي الشوكولاته اللي بناكلها العاديه جدا. قلبت كله مع بعضه تمام. الخليط زي ما انتم شايفين كده سايل. هعمل فيه ايه؟ هجيب كيس ثلاجه واجيب صينيه مستطيله، بسم الله الرحمن الرحيم، واحط الكيس جواها كده وابتدي انزل الخليط ده وافرده، واروح بقى احطه في التلاجة شوية علشان يبتدي يتماسك معايا واعرف اتعامل معاه. تمام، بالشكل ده. لازم بقى يتحط في التلاجة شوية عشان طبعا الشوكولاتة سايحة وسخنة فمش هنعرف نتعامل معاها. أول ما هتلاقيها بردت هتقدري تتحكمي فيها وهتلاقي العجينة معاكي بقت سهلة جدا في التشكيل. هروح بقى أحطها في الفريزر شوية على بال ما كده نشوف هنعمل إيه تاني تكون ابتدت تتماسك. معانا تليفون. ألو. ألو أم شريف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبيبة قلبي عاملة إيه؟ الحمد لله بخير الحمد لله. حبيبتي الأول أنا أقول لك إيه، عايزاكي تقوليها لي بالبق كده مقادير الكحك عشان كانوا مصورينها واتمسحت، معلش. عينيا. كان بنتي عايزاها وتدعي لها دايما بالصبر عشان أنت عارفة موضوع ابنها أدهم. ربنا يا رب يصبرها ويصحى لها ان شاء الله. وانت طيبه يا روحي. وانت سبقه بالخير. ميرسي يا روحي. كل سنه ويبعد عنك وكل ثانيه يبعد عنك الحقد والحسد والغيره. امين. والنفوس الضعيفه يا رب، ويهدي كل عاصي، ويا رب السنه الجايه نصلي في المسجد باذن الله ولا على عيد الكبير يا رب. امين يا رب. نصلي كلنا جميعا والملائكه تستنانا على الجنبين زي ما كانت، ودلوقتي برضو الملائكه تستنانا في البيت بالتكبيرات وبالصلاة بإذن الله. ربنا يرفع الغمة عننا وتشوفي الشر يا حبيبتي في بيتك والأهل بيتك، وربنا يرزق ولادك الأزواج الصالحة ويفرحك بيهم، ونور وروان وكل القصة والقائمين والشباب الجميلة اللي عندك. ربنا يا رب يجعلها سنة مبروكة وسعيدة عليكم، ما شوفش فيكم أي شر يا رب. تسلمي لي يا روح. طيبة يا حبيبتي، وما تنسيش بالله عليكي إن شاء الله تقوليها لي بالبق لو مش هيقدروا يرزقوا. هقول لك حاجة. هقول لك حاجه. الف سلامه يا حبيبتي. سلميني، نورتيني وصباحك زي العسل. طيب هقول مقادير الكحك لام شريف ونطلع فاصل على بال بقى ما ايه العجينه اللي معانا دي تمسك نفسها شويه عشان نعرف نتعامل معاها. تمام، طبعا الشوكولاته لما تخش الفريزر هتبتدي تتماسك، ولما تبتدي تتماسك احنا هنقدر نتحكم فيها ونحشيها ونقفلها وبعدين ننزلها في الشوكولاته. يلا بينا نقول مقادير الكحك. مقادير الكحك عشان يطلع معاكي ناعم، كيلو الدقيق اللي هو دقيق فاخر، دقيق مخصص للكحك والبسكوت، بياخد 650 جرام من السمنه اللي هم حوالي 2.5 كوباية من السمنه، سواء هتعمليه سمنه مقدوحه او سمنه بارده، ايا كان المقدار هو هو. تمام، هنحتاج معلقه صغيره من ريحه الكحك، معلقه كبيره من الخميره، لا معلقه صغيره من الخميره، معلقه كبيره من البيكنج باودر، ذره ملح، ومعلقه كبيره من السكر، وكوبايه ميه دافيه نعجن بيها، وحوالي 3-4 معالق من الحليب البودر. وطبعا ما ننساش السمسم ويكون محمص. لو هنعمله على البارد هنحط 3 معالق كبار سمسم محمص، اما لو مقدوح هنحط السمسم ابيض، هنحطه بقى ايه على السمنه المقدوح عشان يتحمص برده نفس المقدار. ده مقدار الكحك. عشان الكحك ينجح كويس معاكي لازم تبسيه كويس قوي، ما تزوديش الميه او الحليب لو هتعجني بحليب، ايا كان ما تزودوش عن كوبايه لكل كيلو. لو لقيتي العجينه مفروله ومش انسيابيه معاكي ومش عارفه تشكليها، حطي معلقتين سمنه لمي بيهم الموضوع، معلقتين سمنه سايحه كده لمي بيهم العجينه، ما تزوديش سوائل، السوائل بتنشف الكحك. دي كانت مقادير الكحك، واحنا نقول احنا عملنا ايه. احنا عجننا بس البسكوت الويفر مع الشوكولاته القابله للدهن والشوكولاته اللي بالحليب، عجناهم كويس مع بعض بعد ما كسرنا الويفر وحطيناهم في الثلاجه، فردناهم كده على كيس بلاستيك وحطيناهم في الفريزر علشان العجينه تمسك معانا الشوكولاته سايحه وسخنه، فبالتالي مش هنعرف نتحكم فيها. هنطلع بقى فاصل صغير خالص، نرجع لكم على طول، اوعوا تروحوا في اي حته، مستنياكم.
رجعنا لكم تاني وهنلبس الجلافز الاورنج تاني. دلوقتي بصوا الشوكولاته اللي احنا كنا دي جمدت خالص تمام، يا دوبك هي تخش بس الفريزر حاجه بسيطه اللي هي الشوكولاته تبتدي تجمد شويه عشان نعرف نتعامل معاها. وتعالوا بينا بقى نشوف هنعمل فيها ايه. ما شاء الله جمدت جمدت يعني. هاخد جزء كده تمام بالشكل ده، انا هخرجها من هنا احسن وهفردها شويه اكتر عشان اتعامل معاها كويس. ماشي بصوا انا مش سامعه يا جماعه. تاني لو اقول لك ان انا مش سامعه مش هتصدقني. طيب خلينا شغالين كده. انا عايزه اقطعها صغيره يا جماعه، معلش اقطعها مدوره كده صغيره. هي اول ما بتخرج كمان من الفريزر تبتدي تطرى تاني. تمام المفروض مطلوبه في الاكسسوار القطعه الصغيره. طيب لا عايزين اصغر من كده لو فيه يا ريت، دي كبيره قوي. بصوا بنبتدي ناخد دايره كده، والدايره دي هحط فيها شويه من الشوكولاته القابله للدهن تمام، وحط معاها كمان بندقيه، والبندق لازم يكون بندق ابيض محمص. وبعدين هناخد الدايره بقى اللي احنا قصيناها دي ونلمها على بعضها تمام بالشكل ده. ومعانا تليفون مين؟ ام حسام. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ اهلا وسهلا، ازيك عامله ايه؟ ام حسام مع حضرتك من الجيزه، منور رمضان، بحاول اتصل بحضرتك. يا حبيبه قلبي منورانا. والله يا رمضان انا اخترت حضرتك من كل الناس لان نور الايمان اللي بيشع من وجه حضرتك. ربنا يكرمك، ربنا يعزك يا روح قلبي والله كل جزء. عايزه حضرتك بالله عليكي بالله عليكي امر مهم جدا جدا بعد البرنامج تكلميني على التليفون ده بالله عليكي. حاضر حاضر. وحياة ولادك، حياة أغلى حاجة عندك، منور رمضان بحاول أكلمك. خلاص يا روحي حاضر، عينيا. مستنية تليفون حضرتك بالله عليك. خلاص إن شاء الله يا روحي، إن شاء الله، يومك زي الفل، نورتينا. بصوا كده معايا، يبقى أنا بقطع جزء كده مدور، والجزء ده بحشيه بالشوكولاتة القابلة للدهن، تمام؟ وأحط فيه بندقية بالشكل ده وأقفل. دي جامدة شوية، خليها تهدى شويه كده عشان نعرف نلمها. ناخد واحده طريه شويه كده، يبقى بنحط ايه دايره ونحط جواها شوكولاته قابله للدهن وجواها كمان بندقه، وبعدين ناخدها نلم كله على بعضه كده تمام، ونقفلها كوره. هايل اهو باين معانا. انا اجيب دي كده عشان تبان اكتر. نعمل واحدة كمان. الفكرة كده ظهرت خالص تمام. ايدي البندقة وناخد الدايرة اللي احنا قصيناها. لو لقيتي العجينة ساحت معاكي قوي قوي رجعها الفريزر دقيقة وطلعيها تاني كملي واشتغلي بيها تمام. اهو ايه الجمال ده. بصوا بقى هنعمل كمية رهيبة تمام، ومش هتكلفك يعني 1/10 من الرقم اللي احنا بنشتريها بيه. طبعا كلنا كده عرفنا هي دي انهي شوكولاته، طالعين من رمضان فايد عندنا اكيد مكسرات، والشوكولاته امرها برده بسيط تمام، بسكوت الويفر متوفر، وهنعمل كله في البيت وهتبقى لذيذه جدا جدا كده. خلاص ومعانا ام مصطفى. طيب بعد كده هنعمل ايه عشان نلحق بس نخلص اللي ورانا؟ ازيك يا مصطفى عامله ايه؟ ايه الاخبار؟ صباح الفل. الحمد لله كله تمام؟ بجد انا بحبك قوي 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 والله بموت فيك. ميرسي يا روح قلبي تسلمي لي.
انا بتابعك على طول وبموت فيكي بموت فيكي، يعني بصي مش قادره اوصف لك الحب اللي بحبهولك قد ايه. حبيبه قلبي تسلمي لي، ربنا يعزك يا رب، كلك ذوق. واولادي بيحبوكي جدا حبايبي، ربنا يبارك لك فيهم يا حبيبه قلبي. عينك دايما معايا والله. ربنا يخليكي يا روحي، يومك جميل يا رب. ليه بس الخط قطع؟ نورتينا يا ام مصطفى. طيب بعد ما اخلص الكميه كلها، طبعا مش هقدر اقف اعمل كل الكميه عشان وقت الحلقه، خلاص عرفنا بتتعمل ازاي، هي فاضل فيها خطوه واحده بس اللي هي ايه، بننزلها في الشوكولاته الخام، والشوكولاته الخام دي هنكون حاطين فيها بندق مجروش، تمام؟ بس مش هنزلها على طول، بعد ما حشيتها بالشكل ده لازم احطها في الفريزر بقى تجمد كويس قوي قوي، بحيث ان انا لما انزلها في الشوكولاته الخام على طول تشد وتبقى جاهزه معانا. على البال بقى ما تشد في الفريزر، تعالوا نعمل الشوكولاته الثانيه ونقول مقاديرها. ناخد سؤال المسابقة. سؤال مسابقتنا بيقول ايه؟ لمنع احتراق البصل عند القلي ماذا نضع؟ واحد ملح، اتنين خل، تلاتة الدقيق. لو عرفتوا الاجابة هتتصلوا بينا على 2600 من اي موبايل، او 0900 من اي تليفون ارضي. ويلا بينا بقى نشوف الشوكولاتة التانية، برضو شوكولاتة كلنا بنحبها، شوكولاتة جوزة الهند. نقول مقاديرها، عندنا 4 كوبايات جوز هند ناعم بالشكل ده، وعلبة أو كوباية حليب مكثف محلى، عملناه مع بعض كتير في البيت، تمام؟ بس كده دي الشوكولاتة. أما التغطية بتاعتها هتكون إيه؟ 2 كوبايات من الشوكولاتة الخام الدارك الدايبة. بس كده 3 مكونات وهنعمل أحلى شوكولاتة في الدنيا كلنا بنعشقها. ونقول ألو. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا حبيبتي عاملة ايه؟ طيبة مدام فاطمة. أهلا وسهلا، أخبارك؟ وأنتِ طيبة يا حبيبة قلبي. الحمد لله الحمد لله، ربنا يكرمك يا رب. معلش أنا مستعجلة، عايزة منك والنبي طريقة الطاجن في البيت ما يكونش يعني يكون طري ويكون حلو، ما يكونش شادد كده. بصي الصبيت عشان ما يكونش شادد كده، لا ما يطولش جامد في النار، ما يطولش. كل أيوة ما طول في النار بيشد. حلوة ولو سمحتي. حاضر يا روحي. وعايزة منه مقلي يكون كريسبي وجمبري مقلي عشان عندي عزومه الله يبارك لك. حاضر يا روح قلبي، حاضر. احنا عملنا الحاجات دي كلها، لو يعني لو ما قدرتش اقولها تلاقيها موجوده على قناه اليوتيوب بتاعت بي ان سي، وبرده لو عرفت اقول لك دلوقتي اقول لك على طول. الله نورتيني وصباحك زي الفل. وعايزه اسال على حاجه لو سمحتي. اتفضلي. امتى احط بيكنج باودر على الكفته وانت ما حطوش؟ يعني لان في وصفات بتحطي وفي وصفات ما بتحطيش. اللي بنحط فيها بس الكفته اللي هي بتكون هتتشوي عشان تبقى هشه معانا ما تبقاش مكتومه، اما أيوة. اللي بتتقلي واللي بتخش او اللي بتحط مثلا بنحطها زي امبارح مثلا كنا عاملين لازانيا بالكفته، الكلام ده كله ما بيتحطش فيه، داود باشا ما بيتحطش فيها، وهكذا يعني. شكرا يا حبيبتي. روح قلبي. اخر حاجه هسالك، كنت عملت ورقه الديك الرومي. انا عايزه اعرف ازاي بتقدميه وتقطعيه، لان دي عندي اهم حاجه. التقطيع بتاعه يعني ساعه التقديم. اقطعه ازاي واقدمه ازاي؟ حاضر، لا احنا نعمل حلقه للموضوع ده ونشوف ربنا نشوفه مع بعض. ميرسي يا روح قلبي. ميرسي قوي حبيبتي. صباحك جميل زيك، تسلمي لي يا روح. ربنا يبارك فيك يا حبيبتي. ربنا يبارك فيك حبيبتي، ربنا يعزك يا رب ويصلح لك الحال ان شاء الله. نورتيني. بصوا بقى انا ايه، حطيت كوبايه الحليب المحلى المكثف وابتديت احط عليه جوز الهند. هعرف يعني، بصوا انا سايبه شويه ما حطيتش المقدار كله، اشوف كده عندي، امسك العجينه بتاعتي لقيتها بتلم على بعضها يبقى كده تمام، حلو قوي مش محتاجه تاني خلاص. اهم حاجه لما اعجنها تبقى العجينه، لما اخد جزء كده والمه كده على بعض يمسك مع بعض بالشكل ده، يبقى ده كده ايه الاختبار. تعالوا بينا بقى نجيب برده صينيه تكون مستطيلة ونحط فيها كيس ثلاجة، نفرده برضو عشان نفرد عجينة الشوكولاتة أو عجينة جوزة الهند اللي احنا عملناها دي. بسم الله. ونفرد بقى بسمك يعني حوالي كده نقول ايه سنتي، تمام كده، وندخل الثلاجة. ليه بقى؟ عشان برضو تشد ونعرف نقطعها بالسكينة. وبعد كده خطوة أخيرة بس اللي هي بنغطسها بقى بالشوكولاتة الخام علشان تطلع معانا شكلها حلو جدا، يبقى من جوه جوزة الهند ومن بره شوكولاتة، كده عرفنا النوع بتاعها. أهم حاجة نسويها كويس قوي. ايدينا طبعا بتحس انهي مكان اعلى وانهي مكان اقل، فبنظبط الدنيا
كده باسهل طريقه اهو. هنعمل شوكولاتات وكميه كبيره على فكره، مش بنعمل حبه صغيرين. يعني لو تلاحظوا الشوكولاته اللي بالبندق اللي احنا عملناها دي هتطلع كميه كبيره جدا. زي الفل، خلصنا. تعالوا بينا نحطها في الفريزر عشان تشد ونعرف نقطعها بقى مربعات بالسكينه. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. هايل. ودي اللي احنا لسه عاملينها شدت خالص اهي. فين الشوكولاته الثانيه السايحه معانا؟ طيب دي اللي احنا لسه عاملينها مع بعض، بصوا مسكت خالص. تعالوا بينا بقى ايه نسقطها في الشوكولاته الخام اللي احنا هنضيف لها مجروش البندق. بندق برضو يكون محمص ابيض، تمام، وهنجروشه. ورق زبدة بقى أو كياس ثلاجة، أي حاجة عشان نطلع عليها. وأدي البندق المجروش هفضيه هنا وأقلبه. دي شوكولاتة دارك سايحة حوالي كوباية، هنقلب. تمام، عشان تدينا التأثير بتاع الشوكولاتة الجاهزة اللي احنا عارفينه. وهبتدي اخد واحدة شوكولاتة انزلها واطلعها. ومعانا تليفون، معانا مين؟ استاذ فرجلة. الو، خط فصل صح؟ طريقة البيتي فور، حاضر. طب ايه رأيكم يلا ننزل مقاديره لو عندنا كده؟ تمام، بصوا بقى شايفين الشكل بتاع الشوكولاتة؟ هو ده الشكل اللي احنا متعودين عليه. طبعا عشان الشوكولاته لسه طالعه على طول من الفريزر جامده، فعلى طول اول ما بتنزليها بتبتدي الشوكولاته كمان اللي انت بتنزليها فيها دي تمسك عليها على طول كده. الموضوع سهل وبسيط، ممكن نشرك الولاد فيه، هيعملوا كميه حلوه تعجبهم قوي، طعمها لذيذ جدا جدا. زي الفل. احنا ممكن نطلع فاصل. خلاص احنا خلصنا دي، خلصناها خالص على التقديم. والتانية شوكولاتة جوز الهند دخلت العجينة اللي احنا عملناها من جوز الهند والحليب المكثف، دخلت التلاجة علشان تجمد او الفريزر عشان تجمد، واقدر اقطعها واغطسها بعد كده برضو في الشوكولاتة ونبتدي نقدمها. فاصل بقى صغير خالص ونرجع على طول. اوعوا تروحوا في اي حتة، مستنيكم. رجعنا لكم تاني. احنا خلصنا نوع شوكولاتة اللي هو كرات الشوكولاتة بالبندق، وكمان عملنا الشوكولاتة اللي هي بجوز الهند بس لسه بتجمد عشان نقطعها ونغطسها في الشوكولاتة الخام. دلوقتي بقى هنعمل ايه؟ هنعمل الديت بوبس، البلح البوبس، بطريقة سهلة وبسيطة جدا. طبعا اكيد كلنا عندنا بلح في البيت دلوقتي، وعندنا لوز او كاجو او عين جمل، اي نوع مكسرات. تعالوا نقول مقادير وبعدين نشوف مع بعض الطريقة. عندي حوالي نص كيلو من التمر، تمام، ده تمر مجدول، تقدري تستخدمي اي نوعيه بتحبيها او متوفره عندك في البيت. هنحتاج كوبايه شوكولاته خام دايبه بيضه، وكوبايه شوكولاته خام دارك دايبه برضو، كوبايه لوز محمص طبعا مش مملح، وعندنا كمان اللي هو الداست الفضي والذهبي، ده لو متوفر، مش متوفر مفيش مشكله. وتعالوا بينا يلا نشوف هنعمل ايه بالتمر. في البدايه التمر هنبتدي نشيل منه النوى ونفرغه بالشكل ده، بعدين نحشيه باللوز او اي مكسرات متوفرة عندنا في البيت. عايزة اقول لكم ان التمر ده بيتباع غالي جدا جدا، اللي هو التمر اللي بالشوكولاتة ده. اقدر اعمله زي ما هو كده خلاص من غير ستيكس، واقدر كمان ان انا احط الستيكس. هبل الستيكس بسيط كده بالشوكولاتة واغرزها. بسم الله. تمام، احاول اقفل بقى عليها التمرايه وانزلها كده في الشوكولاته سواء بيضه او بني، وارفعها واصفيها.
بالشكل ده، واي قطعه فلين موجوده عندنا في البيت هخليها كده علشان ايه تبتدي تجمد وهي بالشكل ده، او كمان بعد ما اخلص اروح شايلها بحالها كده واحطها في الثلاجه تنشف تماما وتجمد. ده الستكس. اما لو مش عايزين الستكس هناخد بقى كده ونحشي برده. تمام، ونقفل كويس ونلزق التمريه كده تبقى مقفوله خالص خالص. وبعدين اجيب شوكه بقى وابتدي اغطسها برده في الشوكولاته سواء بيضه او بني. نجيب بس ايه طبق ومعانا تليفون، معانا ام احمد. الو. ايوه مدام فاطمه. اهلا وسهلا، ازيك؟ اهلا بيك يا حبيبتي. اهلا وسهلا، اتفضلي. لو سمحت مدام فاطمه انا عايزه منك مساعده، يعني الناس يعني غلابه كده يعني. طب يا حبيبتي سيب لنا رقمك في الكنترول. خدي يا روان يا نور. هبتدي احط كده الشوكولاته. تمام، يلا نعمل تاني واحده تانيه. يلا اهم حاجه نتاكد ان احنا شايلين النوى كويس ونحط بداله اي نوع مكسرات، اهم حاجه يكون محمص ومش مملح. تمام، حاجه ضروريه جدا. ونقفل، نلزق كده التمرايه تاني زي ما كانت، وهنزلها بقى دي في الشوكولاته البيضه. اجيب شوكه تانيه نظيفه. بسم الله كده زي الفل. ونحطها هنا على يا ورق زبده يا كيس تلاجه مفتوح. ممكن في الوقت ده نحط لها شويه من السبرينكلز الملون. تمام، دي كمان، ايه رايكم؟ شكلهم لطيف جدا وعملناهم بكل سهوله، يعني شويه شوكولاته عندنا فايضين من حاجات رمضان. التمر برضو معانا، المكسرات فايضه معانا، ونعمل بيهم حاجه تانيه مختلفه تعجب الولاد جدا، وحاجة شكلها حلو كده تتقدم في العيد كده زي الفل. وهكذا بقى لغاية ما نخلص كل الكمية. والشوكولاتة لسه سايحة، تعالوا نحط عليها على طول عشان يلزق، شكله لطيف جدا. اعمل دي وبعدين نرجع تاني. ده كده خلاص خلص، هيتحط في التلاجة وهيجمد وهيتقدم بشكل لطيف جدا. هنحفظه في علب طبعا تكون محكمة الغلق. تمام، ويتقدم بقى على طول، هيبقى شكله وطعمه حلو قوي قوي. نعمل واحدة كمان. كل واحد يعمل بقى بالإمكانيات اللي متوفرة عنده في البيت. زي الفل. تحفة جدا. ده كده التمر اللي محشي بالمكسرات بالشوكولاتة، وده كمان اهو ده بالشكل ده، ده هنلونه وهنديله بالداست اللي هو بيبقى عند محلات الحلواني، بيبقى فيه سيلفر وفيه ذهبي اهو، وبفرشة كده وهنبتدي ان احنا نلونه. هستنى دول بس يجمدوا وبعدين هنلونهم مع بعض. تعالوا بينا نكمل بقى اللي في التلاجة، روح حط دول يسقعوا. تمام كده، ووصلنا المعلومة كويس جدا وبقت واضحة. بسم الله. نعم، لا خالص الصوت بس بيخرف شوية. قول تاني يا أستاذ حمدي. خلاص تمام. بصوا جمدت ازاي، اتمسكت مع بعض. تعالوا بقى انا هشيلها من هنا عشان كمان تبقى واضحه اكتر. ومعانا نيلي. الو. تعالوا نبتدي ناخد بقى ايه شرايح كده. الو يا نيلي. يا شيف فاطمه ازيك، عامله ايه؟ الحمد لله كل سنه وحضرتك طيبه. وانتي طيبه يا روحي، اخبارك؟ الحمد لله رب العالمين. عامله ايه؟ الحمد لله. بقول لحضرتك انا عندي فراخ بانيه دايته، وكنت عايزه اعرف ازاي اعملها وجبه جديده او صوص يتحط عليها. يعني هي بانيه متحمر؟ حلو قوي، اعملي له بقى صوص جبنه وحطيه معاه هيبقى تحفه، هيخلي اللي ما ياكلش ياكل. طب لا، ما صوص الجبنه مش محبوب قوي يعني عندنا، فلو في حاجه تانية. هو في صوص المشروم، معرفش هتحبوه ولا ايه، صوص المشروم اللي هو زي ايه،
بتحضري كوبايتين شوربه، بتشوحي بصلايه على النار، بتحطي معاهم المشروم، تمام، تشوحيهم لغايه ما يدبل خالص، وتحطي الشوربه، وتحطي كمان معلقتين، تدوبي معلقتين نشا وتضيفيهم معاهم، هتحطيهم كلهم على النار، هتلاقي الخليط تماسك، حطي مكعب مرقه وحطي ملح وفلفل، وبعد كده خديه كله كله، بعد ما كله يمتزج مع بعضه والمشروم يستوي تماما، اضربيهم في الخلاط، هيبقى صوص مشروم وطعمه حلو جدا. تمام، طيب كده بصوا الوحدات هتبقى بالشكل ده، شايفينها معايا اهي، كلها قد بعضها، نقطع بالسكينة ونساوي بقى الحروف بتاعتها عشان كله ياخد نفس الشكل، ونبتدي بقى نقطع. انا عايزة اكياس تانية مفتوحة يا جماعة عشان انزل بقى عليها الشوكولاتة، اظن الموضوع سهل وبسيط ويطلع لي كميه رهيبه رهيبه من الشوكولاته. ومعانا مدام روحيه. الو، صباح الخير يا مبسوطه. صباح الجمال، صباح الشوكولاته. ايه الشوكولاته الحلوه اللي بتعمليها؟ تسلمي حبيبتي، تسلمي بجد، ربنا يكرمك يا رب. حاجتك كلها حلوه يا بطل، تسلمي يا قلبي والله، ربنا يخليك. كل سنه وانت طيبه حبيبي، ربنا يخليك. وانت بالصحه والسلامه، ميرسي لذوقك والله، يا رب يكون الحلقه حلوه كده وحاجات بسيطه وتنال اعجابكم بجد. لا لا لا، حاجتك جميله قوي يا فاطمه، ربنا يخليك. ميرسي يا روح قلبي، تسلمي يا رب. بقول لك يا فاطمه، اتفضلي. التباشير بتاع النمل. طيب التباشير ده طبي ولا التباشير عادي؟ التباشير، لا التباشير العادي عشان يبقى نسبه الجير فيه اكتر، هو ما بيحبش ريحه الجير. ميرسي يا روحي، نورتيني. ممكن بقى ننزل بقى وحدتين من دول عشان يبقوا جاهزين معانا، ونحطهم في الفريزر كمان يسقعوا، وتعالوا نقول سؤال المسابقه ونرجع ننزل وحدتين في الشوكولاته قبل ما نطلع فاصل. سؤال مسابقتنا بيقول ايه؟ لمنع احتراق البصل عند القلي، ماذا نضع؟ واحد الملح، اتنين الخل، ثلاثة الدقيق. لو عرفنا الإجابة بنتصل على 2600 من أي موبايل، أو 0900 من أي تليفون أرضي، وهجيب طبقة. بالتوفيق إن شاء الله للجميع. خلاص إحنا قصقصنا أو قطعنا الشوكولاتة بتاعتنا اللي هي أو عجينة الجوز الهند، هنبتدي دلوقتي بقى ننزلها. بصوا معايا بقى كده، تنزل في الشوكولاتة وتطلع. يا سلام، ايه الجمال ده؟ عايزه اقول لكم بقى طعمها روعه، من اكتر الشوكولاتات اللي انا بحبها جدا. وابتدي ارصها على برضو يا اما ورق زبده يا كيس ثلاجه علشان ندخلهم الفريزر يجمدوا ويتقدموا، ولا احلى ولا اسهل من كده في ثواني. يلا بينا نطلع فاصل صغير خالص، ونرجع بقى نقدم ثلاث انواع من الشوكولاته عملناهم النهارده بكل سهوله. اوعوا تروحوا في اي حته، مستنياكم. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، ومعانا ضيفتنا وفاء. ازيك يا وفاء، عامله ايه؟ الحمد لله. الحمد لله على السلامه. جايين لنا منين بقى؟ من عشر من رمضان. مشوار حلو بس في الحر ده. حر صعب والله. لا الحمد لله على السلامه. عرفينا بنفسك وبزوجك. وفاء حلم امين من عشر من رمضان، وجوزي حسام محمد علي. اهلا، ازيك يا استاذ حسام، عامل ايه؟ والقمر اللي منورنا، نور منور الدنيا. الله يخليك يا حضرتك. الله يخليكي، بتتابعينا على طول؟ على طول بتابع حضرتك. ربنا يكرمك. لازم كل يوم اتفرج على حضرتك انت. تسلمي لي يا رب. ايه رايك في شوكولاته النهارده؟ لا تسلمي. تسلم ايدك. تسلم ايدك. اتصلتي كتير عشان تجاوبي على السؤال؟ اتصلت مرتين، كنت اصلا بتفرج على حضرتك وقلت نور تعالى نجرب حظنا يعني نشوف هيعمل ايه. ده حظ نور بقى، ما شاء الله ما شاء أول الله. اول مكالمه ما كانش معايا البطاقه سجل الرقم الشخصي ففصلت. فجربت تاني والحمد لله. الحمد لله يا حبيبتي، والف مبروك ليكي، وانا مبسوطه ان انا شفتكم النهارده والله. ودي بقى الجايزه مقدمه من بي ان سي فود. كل سنه وانت طيب. وحضرتك يا استاذ حسام، بس بقول لك ايه بقى، يعني هي عملت معاك الصح، اختارت وانتوا طيبين ومنورينا والله. ثواني بقى نقدم الشوكولاته وبعدين ايه نختم يا استاذ حمدي. ماشي
حاضر يلا بينا. بصوا بقى دي انواع الشوكولاته اللي احنا عملناها مع بعض. دي الشوكولاته اللي بجوز الهند بعد ما نزلناها في الشوكولاته بالشكل ده، ودي شوكولاته البندق. احنا عايزين برضو نشكل كده ونلون حاجه مع بعض، حاجه شكلها تحفه، طريقتها سهله وبسيطه جدا. ده الدست بقى بيجي من عند محل الخامات الحلواني. ممكن بقى تجيبي اي لون، انا جايبه ذهبي وسيلفر، ممكن ندي كده. بصوا طبعا قابل للاكل، هيدي شكل لطيف جدا جدا، خلي الولاد كده يحبوا ياكلوا الشوكولاته. تمام. حالا والله، لحظه واحده هعمل بس حاجه كمان وخلاص. حالا هفتح فتحه صغيره خالص في كورنيه عاملينه من الشوكولاته البيضه. جرب كده ننزل ولا. تمام. وعلى الشوكولاته هندي كده ريجه بسيطه. تمام، حاجه بسيطه خالص تدي شكل، وهنا كمان بس كده. كلها حاجات بسيطة ومكونات برضو بسيطة جدا، وفي الآخر هتعملي حاجة شكلها حلو قوي للعيد. كل سنة وانتم طيبين يا رب، ودايما متجمعين في سعادة وفي هنا بإذن الله. دي كانت حلقتنا النهاردة، عملنا فيها ثلاث أنواع من حلويات العيد اللي تقدري تقدميها في العيد كده للولاد، لأهلنا في البيت. طبعا محرومين من ضيوفنا، بس مفيش مشكلة، ده العيد ولازم لازم نحسس ولادنا بالعيد، علشان دي سنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. ما ينفعش أبدا أبدا يجي العيد من غير ما نحس بيه. يلا بقى نجهز البلالين ونعمل الشوكولاتات، وعملنا مع بعض الكحك والبسكوت، ونستقبل العيد يا رب يا رب، وكلنا في أسعد حال إن شاء الله. نورتنا النهاردة مدام وفاء وأستاذ حسام وحبيبي الصغير نور، ويا رب عقبالكم كلكم تفوزوا معانا بإذن الله. يومكم سعيد ان شاء الله، اشوفكم على خير. بس ما تنسوش جربوا وصفاتنا، وابعتوا لي التطبيقات والتعليقات بتاعتكم على بيج البرنامج العزومه مع فاطمه ابو حاتي، وعلى البيج بتاعتي فاطمه ابو حاتي بالعربي وبالانجليزي. كنت سعيده بكم النهارده، اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.